وفي الملف الطبي في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الطبية بالمملكة. نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في إجراء أول عملية استئصال للفصل الأيسر للغدة الدرقية باستخدام الروبوت الجراحي، واللي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية من خلال جرح صغير في الإبط. ويعد مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بعمل هذه العملية الدقيقة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي هاتفيا رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور زياد الغامدي. دكتور زياد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء النور والسرور، وأنا سعيد كذلك بالاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع. خلنا نبدأ بالبداية دكتور زياد، منذ متى بدأ مستشفى الملك فهد بالخبر باستخدام الروبوت؟ في البداية أعرف يعني لو سمحت لي بالمستشفى، هو المستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر ومستشفى جامعية يتبع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. المستشفى مستشفى مرجعي يخدم أهل المنطقة الشرقية بالعموم وبالأخص مدينة الخبر. يحتوي يعني المستشفى يقدم جميع التقنيات الجراحية المعروفة منها ومنها المناظير، ومؤخرا في السنة الماضية ولله الحمد تم إدخال الروبوت الجراحي للمستشفى. بديتوا من سنة يعني بإدخال الروبوت في المستشفى. أي نعم. طيب الآن يعني مميزات إجراء العملية باستخدام الروبوت الجراحي مقارنة بالطريقة التقليدية، يعني شو الفرق الآن لما مريض يتم أو عملية يتم عملها بالروبوت الجراحي وعملية لا بالعملية التقليدية، وش المميزات؟ هو سؤال وجيه ودائما يطرح، وحتى كذلك في الأوساط العلمية دائما يناقش هذا الموضوع، ولكن الروبوت ما يخفى على الجراحين وكذلك على كثير من المرضى اللي وفق إلى إجراء عمليات عن طريق الروبوت أنه لها ميزات إضافية على العمليات التي تجرى بالمناظير. فالروبوت يعني يعطي دقة أعلى وأفضل للجراح في تحريك الأدوات الجراحية، وهذا ما في شك أنه يساعد الجراح على إجراء العمليات الدقيقة جدا، وخاصة في بعض المناطق اللي تكون في الجسم مناطق ضيقة وشديدة الخطورة واللي يصعب فيها بعض الحال الوصول إليها باستخدام الأدوات التقليدية. كذلك الروبوت يعطي للجراح القدرة الأكثر على الرؤية الدقيقة، كون الروبوت يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد، كذلك يوفر للجراح منطقة مكبرة للعملية، وهذا يساعد بطبيعة الحال على تقليل الأخطاء الجراحية. من مميزات العمل عن طريق الروبوت هو تقليل حجم الجروح أو الشق الجراحي، فعادة ما تتطلب الجراح عن طريق الروبوت جروح أصغر بكثير من الجراحة التقليدية. هذا في نهاية المطاف راح يؤدي إلى وجود ندبات أقل للمريض وبطبيعة الحال ألم أقل وتقليل فقدان الدم وتقليل المضاعفات. من أهم الأمور كذلك هي تقليل فترة التعافي في المستشفى، فالعمليات الروبوتية غالبا ما تؤدي إلى فترة تعافي أسرع وأفضل للمريض. دكتور زياد، العملية اللي بتقام باستخدام الروبوت والعملية اللي تقام بكادر اللي هو المنظار، عدد الكادر البشري في العمليتين هل نفس العدد ولا أقل في صعب الحكم عليها بالعموم، لكن حتى في وجود الروبوت طبعا الجراح الأساسي راح يكون يستعمل الروبوت فهو بعيد عن المريض، بطبيعة الحال يحتاج أنه يكون له مساعد موجود داخل غرفة العمليات متعقم ويساعد في بعض الخطوات العملية. يعني أنا أذكر هالإجابة بالإجمال لأنه فيه العمليات تختلف من نوع إلى نوع، ولكن بالعموم لابد من وجود جراح آخر مساعد موجود في يعني الروبوت يعني اثنين يشتغلون على الروبوت صح؟ صحيح، هو في أغلب العمليات يحتاج أن يكون في جراح ومساعد. طيب والمنظار اثنين برضو؟ نفس الشيء. نفس الشيء.
طيب كلمنا عن اجراء اول عمليه استئصال للفصل الايسر للغده الدرقيه باستخدام الروبوت الجراحي دكتور زياد. خليني اقول انه بعثه بقدر سبحانه وتعالى هذا انجاز جديد يضاف الى سجل الانجازات الطبيه بالمملكه ولله الحمد. احنا نجح فريق طبي في المستشفى في القسم بقياده الدكتور فراس الماجد في اجراء هذه العمليه والتي تعتبر في المنطقه الشرقيه الاولى وفي المملكه تعتبر الثانيه على حسب علمنا. اجريت للعمليه لمريضه من خلال جرح صغير في منطقه الابط الايسر، ومن خلال هالجرح هذا وصل الجراحين بمساعده الروبوت الى الفص الايسر للغده الدرقيه، واجريت العمليه للمريضه الاسبوع الماضي يوم الخميس، وخرجت ولله الحمد بصحه وعافيه اليوم اللي بعده. انا كما ذكرت في اجابتي السابقه ان استخدام الروبوت في هذه العمليه كان يهدف بشكل اساسي الى تجنيب المريضه عمل الجرح في منطقه الرقبه، وهي يمكن تكون اشكاليه يعاني منها كثير من المرضى اللي تم عمل يعني. وش مشكله الجرح انه يكون في الرقبه دكتور؟ مكشوف وظاهر للكل يعني، فبعض المرضى يعني يشكل لهم اثار سلبيه، لا اتكلم بالعموم تقريبا، لكنه في يعني مع تطور العلم والامور هذه يحتاج انه كذلك يعني بعض الحين الواحد ياخذ بعض الاعتبارات وان اعتبرت يعني دقيقه او خاصه وما هي عامه برضه تأخذ بالحسبان، لكن ما لا يكتفى في موضوع الجرح فقط. كون المنظار او الروبوت عفوا يعطي القدره للجراح على التحكم بكاميرا ثلاثيه الابعاد، فهذا يساعد على تقليل بعض المخاطر، وهنا في عملية الغدة الدرقية تكون محددة أكثر في وجود العصب الحائر. هذا العصب لو تمت إصابته لا سمح الله يؤثر على الأحبال الصوتية وقد يؤثر على إن بعض العمليات أحيانا يفقدون الصوت المريض، صح ولا لا دكتور؟ سم؟ أحيانا يعني المريضة اللي تحت تأثير العملية أي يعني خطأ أو ممكن أنه يفقد صوته. صحيح، بس بهذه الحالات تكون نتيجة مثلا للأنبوبة إذا كان تخدير كامل. لكن أنا أتكلم هنا عن العصب اللي هو يكون بجنب الغدة الدرقية ويغذي مباشرة الأحبال الصوتية، لو تمت إصابته فمعناته أن الجهة اللي أصيبت راح يكون فيها الحبل الصوتي مصاب، وراح يأثر على جودة حياة المريض أما من ناحية الصوت أو خلافه. كذلك الغدة الجارات الدرقية هنا، ولو تمت إصابتها بطريقة متفاوتة في أعدادها يعني قد يؤثر كذلك على موضوع الكالسيوم والأمور هذه للمريض، وينتج عنها مضاعفات قد تكون بعض الأحيان مزمنة. في وجود الروبوت هذه الإشكاليات تقل. نعم دكتور زياد، بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وش العمليات اللي تستطيعون عملها بالروبوت الجراحي؟ احنا ولله الحمد يعني ما هي هذه العمليه النوعيه الوحيده اللي تم اجراءها، احنا وفق فريق طبي من جراحه القلب في القسم الى اجراء عمليه نوعيه اخرى، هي كانت عمليه قلب مفتوح بالروبوت. وكذلك في عمليات أخرى روتينية يمكن كثير من المستشفيات الأخرى اللي توفر فيها الروبوت تعمل فيها مثل العمليات، من قبيل عمليات الارتجاع المعدي المريئي أو عمليات الفتك وما شابه. هل تنصح دكتور زياد يعني أي شخص سيعمل عملية أنه إذا كان في خيار ما بين روبوت أو عملية بالطريقة التقليدية يختار الروبوت بشكل وهو مغمض، ولا تختلف من ناحية المميزات اللي ذكرتها قبل شوي عن الروبوت؟ كلمة علميا وأكاديميا صعب أن الواحد يعني يعمم، لكن أنا لو بأنصح أنصح طبعا مراجعة مركز متخصص، جراح متخصص. الآلية والطريقة في يد الجراح هي اللي يمكن تضيف، لكن وجود جراح ماهر هو الأساس في كل هالأمور هذه. أنا أشكرك دكتور زياد الغامدي رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي، شكرا جزيلا لك.